السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبدأ صلاة على نبينا، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. نهار جديد وفيديو جديد. اليوم إن شاء الله غادي نحضر معاكم العسل ديال الشباكية وديال المخمار، كيستعمل كل شيء. رمضان كريم بعدا، تخليكم إن شاء الله بالصحة والعافية وكل ما كتمنوا إن شاء الله. المهم عندي حامضة، عندي السكر في 2 كيلو، عندي معلقة صغيرة ديال أتاي حبوب، ومعلقة صغيرة ديال الزعتر. جزء على بركة الله. غادي ناخدو طنجرة ونحطو فيها السكر، إلا بغيت تهرسو هرسو. المهم غديرو عليه 4 الكيسان ديال الماء، ها واحد، دابا كاس العنبة، ها جوج، ثلاثة، أربعة، وربعة الأخرين حتى يطيب ورجع معكم. المهم عندك الزعتر وأتاي، ما غاديش نديرهم دابا، غندير الحامض وغنديرو فوق البوطة، راه هو غيبقى يدوب الراسو تيطيح. المهم حتى يطيب شوية ورجع معكم ونكمل لكم اللي باقي. درت السكر تيطيب، شتي اللون ديالو اللي تيتبدل. المهم حنا غادي نخليه يطيب حتى يطيب لينا حتى الحامض واللي احمر، هذيك الساعه نعرفوا بالله راه العسل راه طايب. وغادي نزيدو المرحله الثانيه ان شاء الله ونوريكم اش غنديروا فيها. دابا الحامض بدا تيدخل الطياب، شو مازال غادي يزيد يطيب، تبدل شويه اللون ديالو. دابا غادي ندوزو للمرحله الثانيه. عندي كاس ديال العنبه، هو هذا مخلط ما بين زعتر واتاي. اتاي طبخت ديك المعلقه تاع اتاي، طبختها مزيان، والزعتر درتو في الماء طايب حتى طلق مزيان وصفيتو، وعطاوني درت نص كاس زعتر ونص كاس اتاي وزدتو هنايا. دابا ها 5 الكيسان، درنا في الاول 4، دابا ها 5، ها 6، ها 7، ها 8، بكاس العنبة، العبار ديال كاس العنبة. دابا غادي نخليه شو اللون ديالو كي ولا بدا تيطيب، دابا غادي نخليه حتى يطيب مزيان ونرجع معكم ان شاء الله. نخليه حتى يطيب ان شاء الله بحول الله تعالى. دابا العسل ديالنا طاب، خاص الحامض هو اللي على اللون هذا، خاصو يطيب مزيان. دابا صافي تعسل الحامض، يعني الا بغيتو تعرفوا العسل بانه راه صادق لكم وطيب من الحامض. الحامض الا ولا على اللون هذا تعسل وطاب مزيان، عرفوا بالله راه حتى العسل راه طيب وصادق معاكم. دابا صافي بارك عليه، شو اللون ديالو كي ولا، هذا هو اللون ديال العسل. دابا راه باقي جاري حتى يبرد عاد تيعقد. المهم نتوما غادي تمشيو على هاد اللون ديال الحامض. الحامض خاصو يكون عنده اللون احمر، ماشي احمر بزاف ولكن اللون ديالو زويون، حيت ما حد هو كيبرد هو كيعطي اللون. لا الحامض لا على العسل، هذا هو اللون ديال العسل ديالنا اللي خصنا نحصلو عليه هو هذا. كنتمنى من الله يعجبكم. المهم حتى يبرد ورجع معكم ان شاء الله. يزق الشباكيه، البريوات، السيجار، اي حاجه بتعسلوه بها يصدق معاه. المهم
المهم حتى يبرد ورجع معاكم باش نوريكم الشكل النهائي ديالو ملي غيتقاد. هو الشكل النهائي ديال العسل راه ناجح 100%. نسيت ما قلتش لكم، ملي طفيت عليه البوطه طحنت شويه المسكره الحره ودرتها فيه. اللي بغى يعوض المسكره الحره بجوج معالق ديال الكليكو زيديهم. المهم انا كتعجبني السما ديال المسكره الحره، كندير غير المسكره الحره. وما دي النتيجه النهائيه ديالو كيجي على الشكل هذا، راه ناجح 100%. غير جربوه وما تخافوش منه، كيجي تبارك الله هكا طالع زوين. وباش تعرفوا انه كنقولها لكم وكنعاودها، باش تعرفوا انه العسل ديالكم الا بغيتو يصدق لكم ويطلع زوين، الحامض خص يكون طايب على الشكل هذا. ما تخليوش حتى يكحل بزاف، الا كحل راه العسل ما كيصدقش زوين، كيجي تقيل بزاف وما تيطلعش اصلا، تيطلعش زويون. منسم بشويه الزعتر جا زويون، جا على الشكل هذا خاطر. هان هكا ما كيتقطعش، غادي خيط واحد. غير جربوه راه ناجح 100%. اللي ما عمرها ما دارت العسل ديرو اول مره غادي يصدق معاها. تبارك الله كيجي زويون. وكنتمنى من الله يعجبكم. لي اول مره كيزور القناه ام فردوس ابتهال، يبارطاجي ودير لي لايك. والسلام عليكم ورمضان كريم.